إنه ليوم جميل ولحظة تاريخية أن يلتقي هذا الجمع الكريم في هذا المكان من مدينة الرمثة لوضع حجر الأساس لمبنى لجنة فرع لواء الرمثة، هذا الفرع العزيز من فروع مجلس فرع إربد لنقابة المهندسين، ليكون الملتقى الهندسي الذي يجمع مهندسين اللواء على التطور الفني والمهني والإنجاز العلمي من خلال برامج نقابية يصنعها زملاؤنا لتطوير المهنة والرقي بها. يوم سعيد أن نحتفل بوضع حجر الأساس لفرع النقابة في لواء الرمثة. أبارك لزملائي أعضاء الهيئة العامة في الرمثة هذا اليوم، ونقول لمهندسينا الشباب الجدد الذين نحتفل بهم: وجوهكم خير على الرمثة بهذه المناسبة التي نكرمكم بها، نكرم أهل الرمثة جميعا بافتتاح هذا المقر. احنا في نقابة المهندسين عندما نبني مقر لخدمة زملائنا، هذا يدل على أن مجلس النقابة مهتم بخدمة وتوزيع موارد النقابة على جميع الفروع، وفرع الرمثة من الفروع الكبيرة، يعني كما علمت عدد أعضاء الهيئة العامة 3000 زميل وزميلة، وهو من أقدم الفروع، تأسس سنة 1983. تم وضع حجر الأساس اليوم بتاريخ 13/12/2014 تحت رعاية سعادة النقيب مشكور. صحيح هذا المقر يستحق الرمثة وأبناء الرمثة، زملائنا وزميلاتنا أبناء الرمثة. احنا اليوم وصلنا لإنجاز كنا متمنينه من سنين، بعد جهود يعني صحيح مباركة من النقابة وسعادة النقيب.